بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم النهاردة عن الغسالة الكريازي، نبذة بسيطة كده عنها إن شاء الله، نظام التشغيل وكده. طبعا دي الغسالة بتاعتنا، دي البروجرامات بتاعتها. طبعا بالنسبة لنظام التشغيل، أما أجي أحط الملابس بتاعتي في الغسالة، تحت الكاوتشة كده ب5 سنت 6 سنت مستوى الغسالة لحد جوه، من فوق فاضي، بنحط من تحت زي ما احنا عايزين، نقل ما نزيدش. زي ما اتفقنا، بالنسبة للملابس بتاعتي تحت الكاوتشة كده ب5 سنت 6 سنت مستوى الغسالة لحد جوه، من فوق فاضي، من تحت بنحط زي ما احنا عايزين، نقل ما نزيدش. البطانية الكبيرة لا، لحاف الفايبر الكبير برضه لو حملنا الغسالة، ممكن البطانية الصغيرة بتاعت الأطفال أو لحاف الفايبر بتاع الأطفال. الكوفرتيات أو الدفايات كبير صغير مفيش مشكلة، بس منحطش دفايتين 2 كبار مع بعض، منحطش 2 كوفرتة كبار مع بعض. حملنا الغسالة كوفرتيه واحده كبيره او دفايه واحده كبيره، ممكن احط دفايتين صغيرين بدور اطفال او 2 كوفرتة بدور اطفال، او دفايه كبيره ومعاها دفايه صغيره، او كوفرتة كبيره بس ما ينفعش احط معاها كوفرتة صغيره، ليه؟ لان الكوفرتة بتشرب ميه كتير، فهي كوفرتة واحده بس كبيره. بالنسبه للشرابات، المناديل، الحاجات اللي هي الصغيره كلها، هجيب كيسه بسوسته كده بحط فيها ايه، عامله زي شبكه الكوره، بحط فيها الشرابات والمناديل عشان اثناء التجفيف سرعه الغساله ما يخش الشراب ما بين الحاله الاستانلس والحاله الخارجيه، يعمل مشكله في الغساله. ده نظام الوقايه. في عندي درج المسحوق، بحط هنا 3/4 كمية المسحوق، وبحط هنا ربع كمية المسحوق، بحط هنا إضافات دوني، معطر، مليل، مرطب، أي إضافات أيا كان، 3/4 الربع الإضافات لازم يكون مسحوق أوتوماتيك، ما ينفعش مسحوق عادي، لأن المسحوق العادي بيحرق الموتور. لو جيت أسحب الدرج ده كده مش هيتسحب معايا، لازم أضغط على علامة الصبع دي كده وأطلع الدرج. أي اتساخات، أي رواسب ولا حاجة بنضفه، ونفس القصة من جوه. طبعا ده لون المية، المية عندنا سيئة جدا، ماشي. الكلام ده كل شهر أو كل شهرين مرة. الفلتر برضو عندي هنا بفكه، برضو كل مثلا ايه، كل ما اجي انضف الدرج افك الفلتر، بفكه طبعا. الفلتر ده شمال، مش عايز افكه بس عشان ما اغرقش المكان ميه، بفك الفلتر شمال اخرجه بره، اي دبوس، اي زغبار، اي رواسب ولا حاجه بنضفه. الكلام ده كل شهر او كل شهرين مره. كل ما اجي انضف الدرج انضف الفلتر بتاعي واقفل الباب بتاعي. بالنسبه لنظام التشغيل ده، مفتاح الطاقه اللي هو الباور، مجرد ضغطت عليه كده قادر غساله. اول ما بتقدر غساله، في عندي اول حاجه عندي كده، طبعا ده كده الغسالة مطفية كده، برنامج القطن على 90 درجة حرارة. لو انا عايز اقوم ضاغط ستارت اللي هو الاوكي تأكيد تشغيل، عندي القطن ده النورمال اللي هو العادي كده، القطن على 90 درجة حرارة كده، القطن على 60 درجة حرارة لو انا عايز برضه اضغط ستارت من هنا، القطن على 40 درجة حرارة، كل ده قطان بس باختلاف درجة الحرارة بتاعته. ده الاصطناعي اللي هو فيه نسبة ألياف صناعية على 50 درجة حرارة، الاصطناعي على 40 درجة حرارة، ده الاصطناعي على البارد لو انا عايزه على البارد. ده كده اللي هو طرد الميه الدرين اللي هو الصرف، طرد الميه بس. لو عملت تكه صغيره كده قام مديني 11 دقيقه، 11 دقيقه عباره عن ايه؟ عن طرد ميه في دقيقه او دقيقتين، والباقي تجفيف حله. عندي بعد كده اللي هو الشطف البس لوحده. عندي هنا الديليكيت اللي هو الحرير، ستان، ستاير، اي حاجه تتملمس ناعم. ده سريع 59 دقيقة، ده ممكن يشتغل على الأصواف. كويك سريع، تيشيرتات، ملابس رياضية، الحاجات البسيطة أو الحاجات اللي مش متسخة أو نسبة عرق ولا حاجة، على نسبة درجة حرارة برضه 40 درجة. ده سريع على 20 درجة حرارة. السبورت وير اللي هي الملابس الرياضية وكده. إيه من هنا إيه البرامج كده، دخلنا الغسالة. طيب طبعا أي برنامج باخده بقوم ضاغط ستارت اللي هو الأوكي تأكيد تشغيل، تبدأ الغسالة تشتغل. خلصت على وتعمل كده السلف اشتغل. ده لو انا غاسل بره وفضل بره وعايز اجفف بس، بستخدم ايه؟ طرد الميه. انا تحت خلصت. اهم حاجه نخلي فرق ما بين كل دور والتاني 2 ساعة راحه الغساله، او نشتغل دور اول يوم ودور اخر يوم، او كل يوم دور. لو اشتغلنا كل يوم دور مش هيبقى عندنا غسيل، لكن ما ركنش شغل اسبوعين وعامله كله في يوم واحد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هي ده اند اصلا.